زيارة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى قضاء القائم أعلن خلالها تحرير المدينة والقضاء على تنظيم داعش في عموم المحافظات الغربية ورفعه للعلم العراقي على الحدود الفاصلة بين سوريا والعراق، مؤكدا عزم الحكومة على إنهاء وجود تنظيم داعش وعدم السماح بعودته مجددا. قلنا راح نلاحقهم للحدود، وبصراحة ما لحقناهم للحدود، قتلناهم بداخل بلادنا وسيطرنا اليوم على الحدود العراقية السورية، وإن شاء الله تؤمن هذا الحدود وتؤمن لكل العراقيين، ولا مكان لداعش في العراق بعد اليوم إن شاء الله. وتجول رئيس الوزراء بمناطق القائم وشوارعها الرئيسة وقام برفع العلم العراقي وسط المدينة داعيا حكومة الأنبار والدوائر الخدمية بالتوجه إلى القائم للعمل على إعادة الخدمات إليها، مشددا على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير مقومات الحياة في القضاء. اليوم طردناهم من أرض العراق ودفناهم في أرض العراق وأنهينا وجودهم في أرض العراق. هاي مدينة القائم، مركز القائم، ندعو المواطنين إلى العودة إلى المدينة، السلطات المحلية أن تمارس عمل لإعادة الخدمات وعودة كل المواطنين. لا مكان للإرهاب في أرض العراق ولا مكان للخونة في أرض العراق. العراقيون شجعان وأبطال بقوتهم الذاتية. القوات المحررة من الفرقة السابعة اتخذت مقرات دائمة على الحدود الفاصلة مع سوريا وبمساندة أبناء العشائر المرابطة في المناطق الحدودية والصحراوية لمنع تدفق المسلحين إلى القائم. وعدنا أهلنا بالقائم وأهلنا بالأنبار أنه سيكون خط الصد على آخر شبر من أرض العراق، وهذا خط الصد مالتنا والساتر مالتنا، وتم تحرير جميع أراضي العراق. اليوم دورنا هو مسك الأرض وتشكيل أفواج لحماية الصحراء. هذه هي القائم، عادت محررة إلى أرض الوطن، وقد دعا رئيس الوزراء الحكومة المحلية بالتوجه لإعادة الحياة فيها. من وسط قضاء القائم، عمر العبيدي، الحرة.